بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة، ولسه مكملين معاكم حكايات من الزمن الجميل. وحكايتنا النهاردة عن المبدع الفنان فريد الأطرش، ملك العود طبعا، مع الفنان والمؤرخ معتز سعد. معتز سعد شاب من ابن دمياط، قدر ان هو يبحث كتير في حياة الفنانين ويكلمنا عليهم ويكون معانا دايما، متواجد معانا في الميلاد وذكرى الوفاة. اهلا بيك استاذ معتز. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله منورني بخير. المره منور الثانيه. حضرتك. شكرا. انا النهارده عايزاك تكلمني، طبعا احنا في ذكرى الفنان فريد الاطرش، وعايزاك تكلمني اكتر عن حياه الفنان فريد الاطرش. الحقيقه فريد الاطرش من مبدعين الموسيقى، واكتر واحد لحن اغاني شرقيه مع غربيه، قدر يجمع ويطور في الموسيقى ويطور فيها حاجات كتيره جدا. هو طبعا اتولد يوم في سوريا سنة 1917 بجبل الدروز، ولظروف الأسرة اضطر اللي هو يجي مصر مع والدته عليا المنذر وأخته المرحومة أسمهان، واسمها الحقيقة أمال، وأخوه فؤاد، وجم لمصر في ظروف صعبة، وقدر اللي هو مع حبه للفن اللي يغني في بعض الأماكن لحد ما جت الفرصة الحقيقية إنه يغني في كازينو بديع مصابني. وكازينو بديع يعني يعتبر مش ملهى ليلي او كده، لا، كان زي اكاديميه، في فنانين بيقدموا مسرح، في مونولوجات، في راقصات، في برضه مطربين ومطربات. بس حضرتك بتقول ان هو سوري، في يقال ان هو لبناني برضه. لا، هو معاه 3 جنسيات، السوريه واللبنانيه وطبعا المصريه. طيب. وعاش الفتره الاخيره في حياته بس هي اللي كانت في لبنان، بس كانت وصيته ان لازم يدفن في مصر بجوار اخته اسمهان. طيب، هي بداياته، حضرتك بتقول بداياته كانت في الكازينو. في كازينو بديع مصر. تمام. وبعديها بعديها قدر اللي هو يثبت نفسه عند كازينو بديع، واول اغنيه يغنيها في اسطوانه وتتطبع هي اغنيه يا ريتني طير لا طير حواليك سنه 37، والاغنيه دي نجحت نجاح غير عادي. من هنا بدات انطلاقه فريد الاطرش في عالم الطرب والموسيقى، وقدر بعدها اللي هو يدخل ويقتحم عالم السينما من خلال افلام عديده، اولها طبعا كان فيلم انتصار الشباب سنه 41 مع اخته اسمهان ومع المخرج الكبير احمد بدرخان. تمام. طبعا اخته الفنانه الكبيره اسمهان، علاقته بيها كانت ايه؟ وهل كان بيشجعها فعلا جدا على جدا، ولحن لها اغاني كتير، وطبعا هي كانت اخته الصغيره، فكانت هي كل حياته وكل دنيته. وطبعا لما توفت بهذا الشكل المؤلم يعني اثر فيه جدا جدا، يعني يقال ان دي من اسباب تعب قلبه واصابته بمرض القلب في سن صغير جدا، لان كان بيحبها جدا جدا وتأثر جدا بوفاتها، وعانى كتير في فترة حزن وزعل عليها لآخر يوم في حياته ما انساهاش. وكانت وصيته ان لازم مهما كانت الأسباب والظروف يدفن في مصر مع أخته أسمهان، وفعلا حصل ده، لأنه توفى في لبنان بس دفن في مصر بجوار أخته فعلا أسمهان. يعني هو توفى في لبنان بس جه عشان وصيته كانت دفن جنب أخته. أخته أسمهان. تمام. أوكي. الأفلام بقى بتاعته كلمنا كده. طبعا هو كان مبدع جدا في الأفلام الاستعراضية والغنائية. سنة 45 لما أسس شركة إنتاج سينمائي اختار الوجه الجديد الفنانة الراقصة الكبيرة سامية جمال، وقدموا مع بعض 6 أفلام من أنجح أفلام السينما المصرية: حبيب العمر، أحبك أنت، تعالى سلم، آخر كذبة، وعفريتة هانم، وما تقولش لحد. وطبعا شكل ثنائي غير عادي، أفلام استعراضية غنائية زي أغنية الربيع، طبعا كل الناس بتفتكرها في عيد الربيع، والاغاني الجميله اللي رقصت عليها زي ما قال لي وقلت له، وسافر مع السلامه، وطبعا كان بينهم القصه الشهيره. أكيد. قصه الحب الجميله اللي احنا شفناها متجسده في الافلام دي كلها. والحقيقه كان خلاص هيرتبطوا، بس حصل ظروف مش بايده ولا بايد ساميه جمال، ما تمش الزواج للاسف، بس عاشوا يعني قصه حب جميله جدا. وبعد انفصاله عن الفراشه الرقيقه ساميه جمال، قدر ان يقتحم الافلام الدراميه، عمل مجموعه افلام دراميه جميله جدا جدا، اولها طبعا كان لحن الخلود، الفيلم الجميل اللي كان طبعًا. فيه طبعا نجمات السينما كلها، الفنانه ماجده، النجمه الكبيره فاتن حمامه، والنجمه سمراء النيل مديحه يسري، والفيلم نجح نجاح غير عادي، وخصوصا طبعا الاغاني الجميله اللي اتقدمت فيه، بنادي عليك، والافلام يعني الدراميه. وهو اثبت نفسه في الفيلم ده، لان هم قالوا بعد انفصاله من
سامية جمال انه انتهى ان هو كده خلاص انتهى. لا وقدم مجموعه افلام كتير بعديها زي مثلا فيلم رساله من امراه مقبوله مع مع النجمه الكبيره لبنى عبد العزيز. دايما كانت تكلمني تقول لي ان ذكرياتها معاه اللي هو كان متعاون جدا معاها يقول لها ما تخافيش احنا مع بعض. وغنى لها في الفيلم ده اغاني جميله جدا جدا زي طبعا اغنيه مش كفايه وعذاب واغنيه جميله جدا قلبي ومفتاحه. والاغاني دي كلها طبعا تميز فيها اللي هو بيقدر يجمع بين الموسيقى المتطوره الشرقيه مع الغربيه ونجح جدا جدا حتى مع الفنانه الكبيره النجمه مريم فخر الدين عمل معاها مجموعه من الافلام الناجحه جدا يعني. والشحروره صباح قدموا مع بعض مجموعه افلام جميله والحان جميله. بلبل افندي كان اول فيلم يجمعها معاه وبرضه فيلم ازاي انساك وغنت له بقى احبك ياني ويا دلع دلع وحبيبه امها. وكان بينهم مش بس صداقه واخوه لا كمان كان في بينهم كل حب واحترام وتقدير يعني. كانت دايما تقول بوفاه فريد الاطرش فرق الفنانين كان معروف عنه الكرم ومعروف عنه اللي دايما بيجمع اصدقائه ويسهر مع بعض ويطمنوا على بعض. فالحقيقه كان هو احنا انسان. معانا مداخله معانا الفنان محمد التاجي اتفضل. مساء الخير يا استاذ معتز. مساء النور ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ ازيك يا سيدي ازي صحتك؟ الحمد لله تمام الله يخليك ربنا يوفقك يا حبيبي. حلوه الحلقه النهارده على فنان عظيم طبعا طبعا. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ ازيك يا ستي اهلا بيك. اهلا بحضرتك منورنا اولا ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك الافلام اللي بتحبها للفنان فريد الاطرش؟ يعني بصي انا احلى فيلم بحبه له وهو انا بعتقد ان اعظم فيلم عمل يوسف شاهين في حياته انت حبيبي. انت حبيبي انت حبيبي طبعا الافلام الجميله مع النجمه هند رستم وعبد المنعم ابراهيم وعبد السلام النابلسي وزينات صدقي وسراج منير والجميله شاديه طبعا. فعلا فيلم عبقري لي ليوسف شاهين. يعني انا ما بعترفش مثلا بالحاجات السلاسل بتاعت افلام يوسف شاهين قد ما بعترف بالفيلم ده. فعلا ببقى قاعد سعيد وانا بتفرج عليه. وانت بتتفرج عليه كمية اغاني جميلة جدا يعني الفلاحة وزينة والله زينة 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 مرة يهنيني ومرة يبكيني فعلا مرة يبقى مجد اليوم وليلة وما يكونش ده هو ما يكونش ده اللي اسمه الهوى الجميلة شادية صح طبعا. فيعني من الافلام العبقرية اللي عملها وهو كان ممثل فيها طبيعي جدا يعني. هو بعد ساعات كان يعني ايه لما تشوفي له افلام كده وانا سمعت عنه الحكايه دي ان هو كان في البروبه بيبقى احسن من التصوير صح. لكن في الفيلم ده يعني انا ما شفتش ولا شوت كان الراحل فريد الاطرش يعني ايه مرتبك فيه معامل. لا ده هو بيمثل وبسلاسه وبتلقائيه جميله بطبيعيه وطبيعي جدا يعني كانه ولا اعظم الممثلين اللي هو ما هو برضه هو كده او اولا واخيرا هو كان مطرب فيعني كان التمثيل عنده الى حد ما يبقاش هو نمره واحد يعني بالنسبه له. لكن في الفيلم ده كان التمثيل فعلا نمره واحد. والاغاني المميزه عند حضرتك برضه الاغاني اللي في الفيلم ده ولا في حاجه ثانيه حضرتك بتحبها؟ لا في طبعا كتير يعني عايز اقول لك حادثه مثلا. هل تعرفي ان فيلم ان اغنيه الربيع دي كان هو عاملها لام كلثوم؟ بالظبط. وبعدين ام كلثوم يعني انت عارفه كانت الله يرحمها برضه بتحب تغير في الكلام بتحب تغير فهو خدته العزه جامد ورفض ان هو يغير لها في الكلام فخدها هو غناها. صح ومن انجح اغاني فريد الاطرش. اتكلم عليها كامل. صح. بس ف لا فريد طبعا دي حاجات كتيره حلوه كتيرة طبعا يعني. حضرتك نورتني بمكالمة حضرتك وتحب تقول ايه المعتز النهاردة؟ اقول له ربنا يوفقك يا معتز وربنا يوفقكم كلكم ان شاء ربنا الله نشوفكم نجوم كده كبار في ربنا يخليك في يا رب يا رب وتبقوا احسن ناس يا رب وربنا يديك الصحة والعافية ويخليك ربنا يبارك لك. شكرا على اتصالك. الفنان محمد التاجي طبعا جميل ما شاء الله اجمل الناس ومن احب الناس لقلبي فعلا. حقيقي حقيقي.
طيب نرجع لفريد الأطرش. أنا عايز أعرف علاقته بالملك فاروق، وهل فعلا كان في كان اضطهاد؟ في شوية غيرة، لأن طبعا فريد الأطرش من أسرة أمراء وملك فاروق، وكان في كمان يعني منافسة، إن كان الملك برضو راقصة القصر كانت هي الفنانة سامية جمال، وكان في الوقت ده هو بيحب مرتبط سامية بيها. جمال ومرتبط بيها وقدم معاه الأفلام الجميلة، فكان في شوية غيرة. ومن أسباب انفصاله عن سامية جمال الموسيقار فريد الأطرش الحادثة مع الملك، يعني اللي هو كانت هي راقصة القصر بترقص في الحفلات العامة والخاصة للملك فاروق في الوقت ده. لكن على العكس كان هو المطرب المفضل للرئيس للرئيس السادات. اه السادات. بالظبط، ولما التقيت بأسرة الرئيس السادات قالوا لي فعلا ان كان بيحب جدا اغانيه، وكان عنده شاشة في البيت بيتفرج دايما على فيلم انتصار الشباب، كان من الافلام المحببة قوي قوي للرئيس السادات، للرئيس وكان بيحب يسمع دايما اغانيه اساسي في يومه، ان يسمع اغنية او اتنين للموسيقار للفنان فريد الأطرش، بيحبه جدا. طيب احنا معانا صور، معانا صباح اهي على الشاشة، اه كان علاقته بقى بالفنانة صباح. طبعا كانت قصة صداقة وقصة تعاون فني، ولما الحقيقة لما توفى الشحرورة صباح زعلت جدا جدا عليه، وقالت اللي كان هو الصديق الصدوق والأخ والرفيق وكان كل شيء في حياتها، يعني الله يرحمه، كانوا جيران وكان علاقتهم قوية جدا اه ببعض. جدا من البداية، من بداية حياتها كان هو اللي واقف معاها وساندها وقدمها في أفلام وألحان جميلة ومتميزة جدا جدا. تمام. طيب احنا هنا فريد الأطرش كلمنا عنه شوية كإنسان، يعني احنا كده عارفينه كفنان، هقول كإنسان لحضرتك على علاقته. حادثة غريبة جدا حكتها لي الفنانة الكبيرة الراحلة مريم فخر الدين، قالت لي ان كنت بتواصل معاها في ايامها الاخيره، وقالت لي كان مره عزمها هي على الغداء، فبعدين شافته من البلكونه جاي، فقالت للسفرجة جهز الاكل، فتستنى ربع ساعه انه يطلع، ما يطلعش نص ساعه، نزلت تشوف في ايه، لقيته يعني البوابين وهو داخل، قالوا له استاذ فريد غني لنا حاجه، قعد على السلم يغني لهم انا وانت انا وانت وهي فوق بتحضر الاكل، فكان بسيط ومتعاون وكريم. يعني برضو النجم الراحل عبد السلام النابلسي كان مر بازمه صحيه وازمه ماليه، هو اللي وقف جنبه لحد وفاته، هو هو اللي معروف تكفل بالكرم، بكل يعني شيء، معروف وسط ال كريم وطيب وبيحب الناس، وما كانش بينه وبين اي حد منافسه، يعني لحن للفنان الكبير محرم فؤاد وللمطرب الشعبي محمد رشدي والفنانه النجمه الكبيره شهرزاد، ولحن برضو مها صبري والكبار النجوم والنجمات، يعني ما كانش بيغير من حد، كان كله عطاء وحب للزملاء وحب للفن من اجل الفن، مش ماده ولا فلوس ولا اي حاجه. طيب ابتدى بقى قصة الأفلام بتاعته، يعني هو دلوقتي مثلا ابتدى بأفلام وبعد كده توقف شوية. هو ابتدى بافلام استعراضيه وبعدين افلام دراميه وبعدين انتاجه قل، لان كانت ظروفه الصحيه، كان مريض بمرض هو اللي كان القلب. بينتج لنفسه اه كان كل عنده شركه الأفلام. انتاج كبيره من اول حبيب العمر، وتوالت الافلام وتوالت الاعمال الناجحه، وفضل لاخر لحظه في حياته هو ستار ونجم محبوب لكل الناس في مصر والدول العربيه. حتى الفيلم الاخير نغم في حياتي للاسف توفى قبل عرض الفيلم، لما كانت أغنية يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين تعرض في السينما، الجمهور كان بيبكي جدا جدا، لأن كأنه الأغنية دي كأنه كان بيودع جمهوره، كان بيقول للناس طب يعني. هنرجع للغنوة دي، بس معانا اتصال من زوزو، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام، الله وبركاته. ازيك يا أستاذة؟ ازاي حضرتك؟ أهلا الله وسهلا. يخليك حبيبتي. ممكن أكلم الأستاذ معتز؟ أستاذ معتز معاكي. اه والله. أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذ معتز؟ أهلا وسهلا. أستاذ معتز أنا سعيدة جدا ومعجبة بحضرتك جدا جدا جدا، ربنا يخليك. للحاجات الجميلة اللي أنت بتجيبها لنا ديت، وبترجعنا للزمن الجميل. ربنا يخليك، ده شرف يعني ليا. أشكرك يا حبيبي، لأن برضو أنت شاب صغير بس جميل والله، وأنا بشكرك. سعيدة جدا بالحلقة النهاردة بتاعت الفنان فريد كبير الأطرش. فريد الأطرش وكل اللي كانوا حواليه في الزمن الجميل ده. حقيقي حقيقي ربنا هي يخليك. حلقة جميلة ومميزة. والله أنا متأثرة جدا، أنا تعبانة على فكرة، عندي دور جامد قوي نايمة في ألف السرير. سلامة ألف على سلامة حضرتك. ما قدرتش أحس نفسي الصراحة يعني. لا ألف سلامة على حضرتك الله يا فندم. يسلمك. ألف شكرا يا سلامة. حبيبي، شكرا ودايما لحضرتك على تجيب المتابعة. لنا كده المزيد والمزيد إن شاء والمزيد، الله. ونسعد كده بحضرتك وبالأستاذة شاهندة الجميلة اللي جايبة ربنا لنا يخليك. البرنامج الجميل ده. ميرسي يا فندم، ميرسي لذوقك، اتفضلي. ألف سلامة عليك، اتفضلي.
طبعا هي ما شاء الله حاجه تتحسب لك ان انت سن صغير وبتبحث وبتدور في حياه النجوم وحياه الفنانين، وحابب ان انت تكون متواجد دايما معانا في ربنا ميلاد او يخليك. ذكرى وفاء او كده، يعني دي حاجه انا ان شاء بصراحه الله بحضر كمان لكتاب هجمع فيه كل فنانين الزمن الجميل ان ان شاء شاء الله، الله من الرواد كلهم ان في شاء الله السينما ربنا والمسرح يكرمك ويوفقك والأغاني. يا رب. ربنا يخليك. طيب هو هنا توقف شويه لان كان عنده ازمه ماليه، كان ازمه صحيه اللي هو ازمه اصيب صحيه. بمرض القلب واشتد عليه المرض، وكان مرضه في الوقت ده ملوش علاج، كان تضخم في القلب وشرايين وتعب، وكان بيحس بالالم، بس كانت دايما الحانه فيها سعاده وفيها بهجه وعايز الناس تبقى سعيده ما وفرحانه بيبينش ده على خالص الشاشه. خالص. وكان للاسف انتاجه في الاخر السينمائي قل بسبب ظروف الصحيه. اخر فيلمين كان زمان يا حب مع النجمه الكبيره الراحله زبيده ثروت، وغنى طبعا اغاني جميله في الفيلم ده، لكتب عوراق الشجر واغنيه عيش انت واغاني كتيره جدا، وكان اخراج الاستاذ عاطف سالم. واخر فيلم نغم في حياتي مع النجمه الجميله ميرفت امين، وكان دايما تقول لي اللي حياته كانت في الكواليس دمه خفيف ويهزر ويضحك برغم اللي هو كان كبير في تعبان. السن وتعبان، بس ما كانش بيحسس اي حد بالامه، يعني لاخر لحظه عايز الناس كلها تكون حواليه مبسوطه. وسعيده، وان الناس كلها تكون جميله ومبسوطه فعلا طب بوجوده. هو احب الافلام ليه ايه؟ هو احب الافلام ليه؟ يعني انتصار الشباب عشان مع اخته اسمهان، وحبيب العمر، الاثنين دول احب افلام وكان ليه ليه. اغاني كتير جدا اللي هو بيحبها زي زهره في خيالي وبنادي عليك وحكايه غرامي. اللي حكايه غرامي دي اتعملت واتغنت في روسيا، مطربين ما روسيين شاء غنوها الله. باللغه العربيه لان عمل فيها مقدمه ولحن فيها وعمل مجهود جبار. واغنيه كمان كان بيحبها جدا بساط الريح، لان كان يعني بينادي في الاغنيه دي بالوحده الوطنيه العربيه، غنى لسوريا ولبنان ومصر وتونس ومراكش وكل الدول العربيه في اغنيه أغنية جميله اللي هي واحدة. بساط الريح، وكانت اغنيه ناجحه جدا جدا. فهو لانه وطني وبيحب الوطن العربي وبيحب اشقائه العرب، فقدر اللي هو يعمل اغنيه بتجمع الشعب العربي طب كله. هو واخته اسمهان مثلوا كام فيلم مع بعض؟ هو فيلم واحد، فيلم حياة أسمهان كانت للأسف فيلمين، هو الأولين انتصار الشباب، والأخير اللي توفت قبل إكماله غرام وانتقام مع الفنان يوسف وهبي. حياتها كانت قصيرة بس مميزة. طبعا. وما غنوش مع بعض. عملوا أوبريت ولحن لها أغنية ليالي الأنس في فيينا في جميلة. فيلم غرام وانتقام، وطبعا كان لهم أغاني في الأول، لأن هي كمان كانت بتشتغل في كازينو بديعة، يعني كازينو بديعة ده كان زي أكاديمية بيجمع كل الفنانين بيطلعوا منه الأول. كبار النجوم والنجمات طلعوا من كازينو بديعة. تمام. طيب هو دلوقتي طبعا يقال ان هو لبناني وسوري، حضرتك بتقول ثلاث جنسيات ثلاث كانوا معاه، السورية واللبنانية والمصرية طبعا. تمام. هو طبعا كده الاساس بتاعه سوريا، لان يعني ولد عشان في جالي سوريا. سؤال عايزين نعرف اكتر هو لبناني ولا سوري. دي نقطة. النقطة التانية هو دلوقتي هنا لما جه مصر واشتغل وبقى وحقق تمام. نجاح كبير. اعرف ان اخوه لي اخ طبعا ده كان ضد فؤاد. فؤاد ده كان ضد دايما الفنانة اسمهان. يعني هو كان عصبي شويه، وكان شايف اللي هم عيله امراء ما ينفعش اللي هم يغنوا، ما ينفعش يعني حاجه كانها في الوقت ده كانوا بينظروا للفنان اللي نظره هو مش اللي كويسه. هو عيب. لكن الفنان فريد الاطرش هو اللي كان مساندها وكان وواقف. بيشجعها وكان بيلحن لها وكان بيقدمها في اكتر من حفلات عامه او خاصه، وكان يعني بينهم تفاهم، عشان كده حزن عليها جدا لما توفت. بس هي هم عايشين يعني 45 سنه النهارده على وفاه الموسيقار فريد الأطرش، وأغانيه عايشة في قلوبنا وأفلامه عايشة معانا. ما نقدرش ننسى الربيع، ما نقدرش ننسى بنادي عليك، ما نقدرش ننسى الأعمال الخالدة اللي هو قدمها وما زالت عايشة في قلوبنا لحد دلوقتي. أكيد أكيد طبعا. احنا معانا مداخلة المستشار جورج فريد. أهلا وسهلا اتفضل. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين، ومعتز اللي بيحيي الزمن الجميل. يعني بصراحة ربنا أنا يخليك. ببقى سعيد جدا لما بشوفه، يعني الحاجات اللي احنا بنفتقدها في الزمن ده دلوقتي، الزمن الحلو والموسيقار الجميل فريد الأطرش وأغانيه الرائعة. الواحد بصراحة يعني نفسه إن الموضوع ده يكبر ويكبر ويكبر، لأن ده تراث ما حدش يقدر أكيد يتنساه أبدا. أكيد أكيد. وهو ما شاء الله عليه، يعني الحاجات لازم هو يجي ويحيي الذكرى أو ميلاد أو كده، فده برضو بيجدد معانا يعني. لا ده احنا بنجد متعة واحنا أكيد بنسمعه بصراحة. يعني أكيد عامل طبعا. لك 45 سنة على وفاة الموسيقار
فريد الأطرش ويتكلم عنه بالطريقه الجميله دي، أيوة. بتلاقي متعه في الكلام بامانه يعني. أكيد. ربنا يخليك استاذ جورج. طيب حضرتك احب الافلام ليك ايه للفنان فريد الأطرش؟ انا بحب فيلم الربيع قوي اللي هو بتاع اغنيه طبعا الربيع ويا ابو ضحكه جنان والاغنيه بتاعت في الشاديه معاه يا سلام على حب وحب. اغاني لو فضلنا نتكلم عنها يمكن ما يحضرنيش الاسماء، لكني طبعا ده تراث الواحد بيبقى مستمتع. وعفريت هانم تقريبا أيوة. مع سامي يا جمال يعني الفيلم ده والله العظيم لو شفته 50,000 مره مش هتزهق بصراحه، ما اقدرش ابعد وشي عنه بصراحه يعني. حقيقي والواحد يتفرج على الافلام القديمه دي بيحس براحه نفسيه طبعا. غريبه يمكن اللي من سننا مواليد السبعينات والكلام ده بيحس براحه غريبه قوي لما بيتفرج على الافلام دي. اكيد اكيد طبعا. والاغاني بقى حضرتك اكيد في اغاني كتير برضو حضرتك بتحبها. طبعا هو بيحب جدا اغنيه حكايه غرامي، دايما بيشغلها في العربيه ده على طول. نفسي حكايه غرامي دي. اكيد يا فندم اكيد. طيب تحب تقول ايه المعتز؟ احب اقول له استمر في اللي انت فيه يا معتز. أكيد. لانك انت شخصيه جميله وبتحيي تراث احنا بصراحه مفتقدينه الايام دي، الافلام الجميله بتاعت زمان والحكايات والروايات اللي كان بيقولها لنا زمان. يعني استمر وربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك. ربنا يخليك وشكرا على اتصالك. وتابع بقى الاستاذ معتز عن بقيه الحوار. ماشي يا فندم، ميرسي جدا على اتصالك. شكرا جدا. الحقيقه هو برضو من عشاق فريد الأطرش، وهو فيه صفات منه يعني. الاستاذ جورج صديقي كريم جدا زي فريد الأطرش، بحب اصدقائه وشخصيه جميله جدا جدا ما شاء الله. اقرب الناس ليا. الناس بتشجعك اهو معتز استمر. طيب كلمنا اكتر طيب عن الفنان بقى فريد الأطرش. فريد الأطرش كانسان كان كريم جدا في حياته الشخصيه والفنيه، وزي ما قلت لحضرتك ما كانش يسيب اي حد محتاج اي حاجه لما يقف جنبه. وحتى في مرضه الاخير كان بيوصل الناس ان يدفن في مصر، وكان مش عايز حد يزعل عليه، يقول لهم انا جيت الدنيا هنا وهموت تاني فما تتألموش. وكان زعلان قوي ان كان في الحان محضرها لبعض المطربين والمطربات، فكان خايف يموت قبل ما يكملها يعني، لاخر لحظه بيفكر في فنه. والحقيقه يعني حتى حياته الاسريه كان خاطب السيده سلوى القدسي، والحقيقه ما تمش الزواج لانه توفى، مع ان كان خلاص بيحضر كل شيء واستعدادا للزواج، بس الحقيقه يعني ما حصلش نصيب لانه توفى الله يرحمه. والحقيقه فريد الأطرش زي ما قلت لحضرتك حياته مليئه بالفن ومليئه بالافلام ومليئه بالمواقف الانسانيه اللي الحقيقه ما اتكررتش يعني. برغم السنين دي كلها ما فيش ابدا حد قدر ياخد مكان فريد الأطرش ويعمل افلام بالاسلوب ده وبالشكل ده، ويقدم موسيقى متطوره ناجحه زي اللي قدمها الموسيقار فريد الأطرش. احنا معانا مداخله من المدام سميه ابراهيم ابنه الفنانه عبد المنعم ابراهيم. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي حضرتك. ازي حضرتك عامله ايه؟ صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. الحمد لله. اتفضلي. النهارده بنتكلم عن ذكرى الفنان فريد الأطرش. راي حضرتك ايه واحب الافلام لحضرتك ايه؟ لا هو كل افلامه حلوه طبعا. أكيد. وعامل افلام جميله، وانا اصلي من عشاق فريد الأطرش. اكيد. وفريد عمل مع بابا افلام حلوه جميله قوي طبعا. انت حبيبي وقدم معاه فيلم برضه حكايه العمر كله ورساله امراه مجهوله. هايل. عمل معاه افلام رساله امراه مجهوله وانت حبيبي وحكايه العمر كله. وكان بينهم صداقه جميله. حضرتك بقى كلمينا كده عن علاقتهم ببعض. لا كانت علاقه جميله جدا وكانوا اصحاب، وكان دايما يحب يشتغل معاه يعني. انا شفت فريد انسان جميل جميل. لما كانوا بيعملوا حكايه العمر كله رحت، كانوا بيصوروه في المنتزه. صح. فروحت شفت يعني كام شوت كده كانوا بيعملوه. ايوه صغيره قوي يعني. فمن طبعا ساعتها وانا بعشقه بصراحه يعني. من ساعه ما شفتيه في التصوير. لا وكان راجل كريم جدا، بيته مفتوح لكل الناس. لا كان انسان فريد ما حدش يختلف عليه يعني. واحب الاغاني لحضرتك ايه؟ اكتر اغاني كده مميزه بتحب تسمعيها؟ لا ما فيش حاجه، ما تقوليليش حاجه مميزه. كله مميز يعني. يا فجل هقول الله. يعني انا من عشاق فريد فعلا يعني. ربنا يديك الصحه يا فندم. طيب تحب تقولي ايه لاستاذ معتز؟ معتز ده والله هو نشيط جدا ودارس كويس قوي، وبيطلع انا شايفاه
فاهم الشخصية اللي بيتكلم عنها، أكيد يعني حقيقي حقيقي ربنا يوفقه يا رب يا رب يا حقيقي. اه ربنا يا يخليك، أنا ريت بشكرك كل أوي الشباب زيه كده يبقوا هينجحوا في حياتهم يا يا رب. رب ان شاء الله. اه شكرا انا مدام سمية نهائي على اتصال ممتاز حضرتك يا والله، ممتاز، واتمنى لك كل نجاح بإذن الله. ربنا يخليك، بشكر حضرتك شكرا جدا. على اتصالك مدام سمية. احنا للاسف وقتنا انتهى ما لحقناش نكمل، هو بس ان شاء الحقيقه الله. الفنان فريد الاطرش توفى يوم 26 ديسمبر 1974 بعد حياه حافله من نجاحات واغاني وافلام وتراث فني قيم، ما زال عايش وسيظل عايش ان شاء الله. ان شاء الله لينا لقاءات تانية مع فنانين تانيين في ذكرى وميلاد تاني ان شاء ان الله شاء باذن الله. الله. بشكر حضرتك جدا، انا بشكرك. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين تاني.